القيادات بالكتل السياسية الكبيرة منو اللي ينكشف من عندهم اسمه؟ هسه بالأوساط احنا قاعد نتناولهم فلان وفلان العلاقة بس هاي قضايا قانونية يعني ما ممكن واحد تحدث بها بدون مستندات. نفس الأشخاص الذين استولوا على الأمانات الضريبية للمقاولين العراقيين منذ ما بعد 2003 وإلى لربما العام 2017 هنالك أكثر من 180 تريليون طبعاً رايحه بهالطريقه طبعاً بهذه الطريقة بهذه الآلية أكثر من 180 يعني تريليون يعني نور راح أقعد توالي لا شنو ذني بسهلات 180 تريليون تقريباً من بهاي الطريقة بهذه الكيفية أمانات المقاولين اللي موجودة للشركات والمقاولين اللي أخذوا عمل العمل. زين دكتور ليش ما حد كشف 180 لا انكشفت انطمت يدري بها فضيلة القاضي انكشفت أعلن عنها وسدوها